كيف تسوي نفس هذا الانفوجرافيك بطريقة سهلة؟ نروح نختار أداة الريكتانجل تولز ونختار الإليبس تولز، نعمل مثل هذا الإليبس هذا الشكل، نضغط شيف، بعدها نخلي الفيل نان ونخلي لون الستروك جراي، نروح بعدين عند السكيل ونكبر لين ما يكون خارج الكومبوزيشن. حلو، بعدها نروح لين تقريبا مقدار ثاني 3/4 ونرجعه الى 100، بعدها نعمل دوبليكيت ونغير هذا اللون لين اللون الابيض، نكبر السايز مقدار شوي 86، بعدها نضيف ترم باث، نعمل كي فريم ونخليه في البداية زيرو. حلو، ونروح تقريبا لين نصف ثانية. حلو، خلي مثلا يوصل عند مثلا نقول 75، نعمل إيز إيز، بعدها نكتب البيرسنت اللي انت تبيها 75، نضيف افكت اسمه سلايدر كنترول، نروح عند التكست سورس تكست وربطه مع سلايدر كنترول، وضيف هذا الاكسبريشنز. حلو، الحين اقدر اعمل كي فريم في البداية عند سلايدر كنترول واروح الين 75%. خلاص صارت عندي حركة عدد الارقام. مبروك عليك الحركة.